وهي بعنوان العراق عودة شرعية المؤسسات في ظل الدولة الوطنية، والتي يتفضل بإلقائها الدكتور خالد عصام النعيمي، أستاذ الفكر ومقارنة الأديان ورئيس قسم علوم القرآن والتربية الإسلامية بجامعة الموصل من بلدي العراق. فليتفضل مشكورا معالي الدكتور خالد عصام النعيمي. شكرا سيد الرئيس الجلسة، شكرا للحضور المبارك، شكرا لهذه الشخصيات حقيقة التي أسعدتني عندما رأيت هذه المجموعة باقة من ورود الوطن العربي، وبخاصة أشكر رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية لدعم هذا المشروع وهذا المؤتمر الذي سيكون قبل انعقاد قمة الدول العربية بعنوان نحو وطن موحد متكامل. حقيقة ما أريد أن أتكلم عنه بموضوعية العراق وعودة شرعية المؤسسات في ظل الدولة الوطنية، أقول أولا وليس آخرا، العراق يمتلك تاريخا عظيما، وهذا يشهد له القاصي والداني من حضارة سومر إلى قانون حمورابي إلى هذه الأصالة في بناء دولة المجتمع المدني منذ ذلك التاريخ القديم. وما مر بالعراق حقيقة نعتبره نحن العراقيون هو أصبحت لنا خبرة في الأزمات التي مرت من تأسيس الدولة العراقية إلى ما نحن فيه في قرن 21 وما حدث بعد 2003. أتكلم عن العمل المؤسسي في محور بسيط أحببت أن أذكره في هذه الجلسة المباركة مع زملائي وأصدقائي في هذه الجلسة. أقول العمل المؤسسي أحببت أن أصيغه هو القمة التي ليس لها سقف محدود وعنانه الخيال والطموح. المهمة الرئيسية في العمل المؤسسي تتمثل في الظروف التنظيمية ومناخ عمل يضمن توجيه جهود العاملين فيها نحو تحقيق أهداف المؤسسة. علمونا في المدارس الابتدائية أن تعريف الوطن هو بقعة الأرض التي نولد فيها ونعيش عليها مع مرور السنوات وعبر التجارب الحياتية الصعبة التي عشناها. فالوطن هو البذرة التي تزرع بداخلنا وتنمو وتكبر وتصير شجرة مثمرة، ثم تأتي تلك التشاكبات من الأغصان من الأزمات التي أصبحنا حقيقة نحن يمن السعيد مثل لبنان، كلنا أصبحنا نمتلك خبرة في إدارة الأزمات، لكننا حقيقة لم نخرج لحد هذه اللحظة وفي هذا الوقت المبارك، مع إحنا طبعا الآن في العراق يؤذن أذان المغرب، أننا لم نخرج لحد الآن إلى الأزمة التي ننتقل من أزمة الخبرة إلى أزمة التحقيق والتنفيذ، ثم إعطاء هذه الخبرة المتراكمة من الأزمات إلى إعطاء حلول إلى الدول المجاورة وإلى كل دول العالم. ما أريد أن أصل به أن موضوع العمل المؤسسي يضمن أولاً، وهذا ما أحببت أن أذكره في هذه الجلسة، العمل المؤسسي يضمن الثبات للعمل والاستمرارية فيه. ثانياً يضمن العمل المؤسسي عدم التفرد القائد أو القيادة باتخاذ القرارات، وكذلك هو يحافظ على العمل المؤسسي الاستقرار الإداري، يحافظ العمل المؤسسي على الاستقرار الإداري والمالي للمؤسسة، ويضمن العمل المؤسسي بأن جميع العاملين فيه ملتزمون بمنظومة من القيم والمبادئ التي عقدت في هذا العمل المؤسسي في الوطن. يضمن العمل المؤسسي اختيار الأفضل والمناسب والنظريات الإدارية التي تحقق أعلى نسبة من الأرباح. كذلك يضمن العمل المؤسسي أن يدعم المؤسسة بأفضل الموارد البشرية، ويؤكد العمل المؤسسي على جاهزية المؤسسة في تقديم القيادة البديلة عند الضرورة، وهذا حقيقة ما فقدناه في كثير من السنوات التي مرت على العراق، بلدنا بلد العراق. مراحل العمل المؤسسي هي دورة حياة مؤسسة،
احنا نعلم ان الانسان هو كائن بيولوجي او دعا الله سبحانه وتعالى فيه عوامل النمو والقوه والضعف وعوامل البقاء والفناء، والمنظمه اي المؤسسه ايضا كائن حيوي لها عوامل قوتها وضعفها وعوامل الاستمرار او فنائها، وتعتبر هي الخليه الواحده للوحده الحياه الرئيسيه في كائنات الحيه. لذا نحتاج الى عمل مؤسسي لبناء دوله مدنيه ممكن ان تحقق ما يسمو إليه المواطن. لماذا نعمل على العمل المؤسسي؟ لأننا نريد أن ننقل الموارد المالية والبشرية في البلد محدودة داخل حلقة البلد، ومن ثم بعد تنميتها داخل البلد إعطائها وتصديرها إلى الدول العالم. ثانياً، ذلك الجهد الذي يمكن أن يعطيه الموظف أو المواطن في العمل المؤسسي يكون له الأثر المستمر إلى مدى أعماله واستمرار تاريخه العملي في عمل المؤسسة. العمل المؤسسي عمل مجموعة أفراد، وهذه المجموعة يمكن أن تنقل العمل من مجموعة إلى مجموعة أخرى بدون انقطاع، محاولة بذلك أن ترمم بعض الأخطاء التي حدثت في المجموعة الأولى. صفات العمل المؤسسي: التفكير الإيجابي، اليقين، النجاح، الانفتاح، النضج، الإدارة الصحيحة. يعتمد العمل المؤسسي على أربعة عناصر. العنصر الأول أن يكون معترف به، أي بناء معترف به قانونياً، واحد. اثنين، القدرة على تحريك الناس نحو الهدف. ثلاثة، المال. أربعة، لوائح العمل. هذه فد مقدمة بسيطة، طبعا الوقت ما يسامحني، لكن أريد أصل إلى أن العمل المؤسسي هو الحل الوحيد للخروج من تلك الأزمات، قد تكون طائفية، أمنية، سياسية، فكرية. لهذا أقول دائما أن مفهوم التمكين في إدارة المجتمع يحتاج إلى دراسة توظيف الإنساق الاجتماعي على اختلاف تنوعها وبناء دولها. لكن تؤكد على قيمة الفرد، لكن تتجاوز المنظور الديني. ونحن في العراق حقيقة نمتلك عناوين كثيرة وأديان كثيرة ومذاهب قد تكون رئيسية وقد تكون غير رئيسية. لهذا هذه المجموعة في العراق إن لم تجتمع على العمل المؤسسي وفي اختيار المناسب لن نخرج من هذه الأزمة التي نعيشها نحن في العراق. القيمة الثالثة، قيمة الدولة وذات السيادة. رابعا، المقاربة بين السلطة والشعب في موضوعية المصارحة مع الجمهور. خامسا، وضع اللبنات الأولى للفكر السياسي. إن مجموعة منظمات المدنية التي ممكن أن نستفاد منها من خلال العمل المؤسسي في الدولة عليها تستند على اعتبارات مهمة، هو اعتبارات أخلاقية وثقافية ودينية وسياسية وعلمية وخيرية وتربوية. نحن في العراق الآن نعيش الشلل في تشكيل حكومة، وتعرفون أنتم أخواني زملائي العراق يعيش مراحل من الأزمات التي تفتقد، طبعا هذا سببه أولا وآخرا هو الانقطاع السياسي عن الجمهور. هنالك عمل غير مؤسسي في العراق نتاجه السلطة، نتاجه أريد أنا من أتحكم بالسلطة. هذا حقيقة الأزمة المهمة في العراق. لكن أقول دوما وأبدا العراق ممكن أن ينضج برجالاته وشبابه من خلال قراءة الأزمة التي مرت في حياته السياسية، وممكن ترجمت هذه الأخطاء إلى حلول. ما يضع العراق الآن صب يعني بنظر الاعتبار أمام الدول العربية، نحن نحتاج إلى بلورة هذه الأزمات التي تكون في العراق أو في اليمن أو في لبنان أو في أي دول العربية القريبة من قمة الجامعة العربية. نحتاج إلى
وضع الأزمات نقطة بعد نقطة، وتحل أمام القيادات الموجودة في البلاد العربية، وأن يكون الحل موضوعيا وأن يكون واقعيا وأن يكون له أثر وليس فقط تنظيريا. العراق ممكن أن يعود إلى أحضان الدول العربية، وهو بإذن الله ضمن قائمة جمعية قمة الدول العربية، لكن نحتاج إلى تكاتف الأيادي بين أصحاب الخبرات السياسية وكذلك بين أصحاب الأزمات التي مرت في الدول المجاورة. ما يمر به العراق حاليا هو كابوس عابر ينتهي ليعود الوطن معافى بفضل أهله وأهله وبناته المبدعين المدافعين عن أول كلمة خطت في سومر، وهي الدولة المدنية التي يمكن من خلالها أن نبني وطنا حرا سياسيا مؤسسيا. لهذا أنا ركزت في عنوان محاضرتي ومداخلتي هذه البسيطة المختصرة أن أقول من خلال العمل المؤسسي ممكن أن نكون أن نؤسس دولة شرعية في بلدنا العراق. شكرا سيد الرئيس، شكرا لزملائي المستمعين، والشكر طبعا موصول إلى السيد رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية، وآسف على الإطالة ومع السلامة. بارك الله بكم. وفيك بركة الرحمن. الشكر موصول إليك الدكتور خالد عصام.